دق دق دق. مين على الباب؟ دق دق دق. مين على الباب؟ أنا بابا، يلا افتح. لا لا لا، ما رح أفتح، ماما قالت لي عن جد لا تفتح الباب لا حد. لا لا لا، تفتح الباب لا حد. البيبي البيبي البيبي، مش عم يفتح الباب، شطوري كتير البيبي، ما عم يفتح الباب. دق دق دق. مين عالباب؟ دق دق دق. مين عالباب؟ أنا عمو، يلا افتح. لا لا لا، ما رح أفتح، ماما قالت لي عن جد لا تفتح الباب لا حد. لا لا لا، تفتح الباب لا حد. البيبي البيبي البيبي، مش عم يفتح الباب، شطوري كتير البيبي، ما عم يفتح الباب. دق دق دق. مين عالباب؟ دق دق دق. مين عالباب؟ أنا خالو، يلا افتح. لا لا لا، ما رح أفتح، ماما قالت لي عن جد لا تفتح الباب لا حد. لا لا لا، تفتح الباب لا حد. البيبي البيبي البيبي، مش عم يفتح الباب، شطور كتير البيبي، ما عم يفتح الباب. دق دق دق. مين عالباب؟ دق دق دق. مين عالباب؟ أنا جيتو، يلا افتح. لا لا لا، ما رح أفتح، ماما قالت لي عن جد لا تفتح الباب لا حد. لا لا لا، تفتح الباب لا حد. وبعدين مع هالبيبي، شكله هذا البيبي كتير ذكي. هالبيبي شطور كتير، بسمع كلام الماما، ما بيفتح لا حد غريب، لا أمن ولا سلامة. افتح الباب بس للأحباب، ما تفتح الباب لحد إلا لما تتأكد. افتح الباب بس للأحباب. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.